كنتمنى تكونوا كاملين بقى بخير وعلى خير. فريمون تحشتكم بزاف بزاف بزاف. كنتمنى تكونوا بخير وصحتكم مزيانه وامكم مزيانه واي حاجه الله يسرها لكم يا رب. شكرا على ميساجاتكم، شكرا على تعليقاتكم، وشكرا على تشجيعاتكم كيف العاده. قبل ما نبدا الفيديو ديالو ما بغيت نسولكم واحد السؤال، واش تقدروا تعيشوا بلا كونيكسيون، بلا تليفون، بلا اي حاجه عندها علاقه بالتطور الملحوظ اللي ولينا كنعيشوا فيه دابا؟ طبعا كاين الناس اللي غادي يقولوا لي كاين الناس اللي غادي يقولوا لي لا انا ما كندويش على نهار ولا يومين ولا شهر ولا عام كاع، لا انا كندوي على حياتك كامله تعيشها بالهادشي. دونك من لهنا غادي نمشيو باش نتعرفوا على شكون هما الاماش وعلاش حرموا هادشي هذا وسط المجتمع ديالهم. طائفه الاماش هي طائفه دينيه مسيحيه وكتبعوا الانجيل في جميع الامور ديال الحياه ديالهم، وكتعتبروا من ضمن المجتمعات اللي منغلقه على ذاتها. يعني الحكومه الامريكيه ما كتدخلش في القرارات ديالهم، يعني حاكمين راسهم براسهم وعندهم قانون خاص ديالهم، يعني مستقلين استقلاليه تامه. طائفه الاماش غتاسس على يد امان ياكون امان سنه 1693، وغادي يمشيو يستقروا في ولايه بنسلفانيا. نورمالمون هما في الاصل كيتعتبروا من السكان الاوائل في امريكا، ولكن هما ذو اصل المانيين يعني ارياف. طائفه الاماش كتاكد على التمسك بتعاليم الانجيل في جميع امور الحياه ديالهم، وعندهم واحد الفترة اللي ما بين 14 و 16 عام كيصيفطوا ولادهم باش يشوفوا الناس كيفاش عايشين برا وشنو واقع برا ويتعرفوا على العالم الخارجي. هادشي كامل باش يقرروا في الفترة اللي ما بين 16 حتى 25 عام واش يبقاو معاهم ولا يمشيو فحالهم. يعني الاختيار كيكون ليهم اختيار تام، يعني ما كيتدخلوش في القرارات ديالهم وما كيفرضوش عليهم شي حاجة. حتى من ناحيه يعني الزواج كيتزوجوا ما بيناتهم، يستحيل شي حد ياخذ شي حد براني على الطائفه. من ناحيه يعني المدارس ديالهم عندهم مدارس خاصه اللي كيتعلموا منهم الامور اللي متعلقه بالحياه، يعني الامور العمليه ديال الحياه. اللغه اللي كيقراو بها وسط المدارس ديالهم هي اللغه الانجليزيه، ولكن اللغه اللي كيهضروا ما بيناتهم يعني الالمانيه، ولكن الشلحه ديال المانيا يعني كما حنا عندنا مغاربه عندنا الدارجه، عندنا الشلحه ديالنا يعني كنهضروا بالدارجه، ولكن عندناش الناس اللي كيدويو بالشلحه الامازيغيه، حتى هما يعني كيدويو بالشلحه ديال الالمان. حقا اصلا قلت لكم في الاول انهم ذو اصول المانيا ارياف، والاسلوب اللي كيامنوا به وكيعتمدوا عليه بواحد الدرجه اللي ما يمكنش في حياتهم هما اللاعنف. يعني كيامنوا باللاعنف، يعني ممكن كما شفت اصلا ماشي ممكن، حتى شفت في واحد المقال في واحد الفيديو انهم تجمعوا عليهم وضربوهم وما داروا لهم والو، حيتاش ما كيامنوش بالعنف، كيامنوا باللاعنف. يعني يقدروا يقبلوا بالظلم وما يستعملوش العنف، ولكن الا شي حد وسط منهم غلط ولا دار شي خطا ولا ارتكب شي غلط في حقهم ولا في حق الدين ولا في حق شي حاجه، كيعاقبوه بواحد العقوبه اللي سميتها عقوبه الهجر. يعني عائلته، صحابه، خوته، مرته، ولادو كيهاجروه. وعندهم واحد الفلسفه خاصه في الحياه، اليوم غادي نعرفوا هذه الفلسفه علاش وكيفاش، وربما هي اللي غادي تعطينا الخيط باش نوصلوا علاش حرموا هادشي في المجتمع ديالهم. الفلسفه اللي كيعتمدوا عليها في الحياه هي لا نحب ما تحبون، يعني ما كنبغيوش اللي كتبغيو. كيف ما كنعرفوا انهم هما كيعتمدوا على الزراعه، يعني عندهم مهمه الزراعه ومنها اصلا كيخدموا ومنها كيعيشوا، ولكن الزراعه ما كيستعملوش فيها الادوات والالات اللي ولينا دابا كنشوفوا، لا كيستعملوا الزراعه اليدويه ديال شحال هادي. انا كنقلب قلت اوكي يقدروا يعيشوا بلا فران، بلا بوطه، بلا ماكينه الصابون، بلا شحال من حاجه، ما الثلاجه قلت اوكي كي غيديروا لها؟ واش زعما ما عندهمش حتى الثلاجه؟ عندهم الثلاجه ولكن بدل الغاز ولا اللي كتحرك بالطاقه الهوائيه. الفلسفه ديال لا نحب ما تحبون، كما كتعرفوا الامريكان انهم يعني معروفين بالطوموبيلات وهالمترو وهالتي جي في، هما كيستعملوا العربات، يعني ما عندهمش طوموبيلات و
وحتى التران شفت في واحد الفيديو انهم عندهم القطار ديال الفحم. جات واحد المساله اللي كاملين كنتسائلوا عليها، علاش لحد الان وما عندهمش التليفون ولا الكونيكسيون؟ سي ما عندهمش هادشي. علاش؟ حيتاش هما في نظرهم ان التليفون باب الشيطان، وان التقدم هو كيسبب الفساد للانسان. يعني التليفون عندهم محرمين، سواء تليفون بورتابل ولا فيكس. وناس تستولى بنات لهم واحد بلاصه بحال شكل تيليبوتيك في التليفونات، اللي الا كانت وقعت لهم شي حاجه اللي ضروري خصهم يتصلوا عاد كيمشيو يستعملوا التليفون. يعني عندهم التصوير ولا الموسيقى ولا الفن ولا اي حاجه يعني متعلقه بهذه المسائل هذه حرام، محرمينها. لدرجه ان حتى لعاب الاطفال ديالهم عندهم داك لي بوبي بلا ملامح الوجه. وشفت في واحد الفيديو طريقه اللباس ديالهم زوينه بزاف. عندهم كسر العيالات كيلبسوا كسيوات طوال محتشم طويل، وضروري انهم يكونوا لابسين مغطين الراس ديالهم بهذا الشكل هذا. وعندهم يعني علاش ضروري تغطي المراه راسها؟ حيتاش كيقول لك انا ضروري المراه في كل نهار خاصها تصلي. والرجال ديالهم عندهم ضروري كيلبسوا لي شابو واللحيه كما نوريكم. اللحيه كيحسنوا موستاج، ولكن اللحيه فاش كيتزوج الراجل ما كيحسنهاش نهائيا، كيخليها تكبر. فوالا هكا علاش هما اصلا كيقولوا هذا الشيء حرام وما خصوش يدخل، ولكن كيتعتبر انه مدخل الشيطان، يعني باب الشيطان. هاد التليفونات والتقدم اللي وصلنا ليه دابا كيقول كيسبب في الفساد للانسان. كما قلت لكم انهم كيعطيهم واحد الفتره باش يمشيو يتعرفوا على العالم الخارجي، ولكن فاش شفت بزاف ديال لي فيديو انهم كيرجعوا للطائفه، كيقول لك ان داك الناس واخا داك الشيء كامل ما فرحانينش وما عايشينش. احنا عايشين بهاد البساطه اللي عايشين بها دابا ومرتاحين. وفريمون شفت الناس اللي مشاو زاروهم داروا دي فلوغ، فريمون ناس فرحانين وعايشين، وقالوا اللي اغلبيه الناس اللي مشاو قالوا بانهم عندهم واحد السعاده واحد تفاهم واحد الحياه بسيطه جدا، وقانعين بداك الشيء اللي عندهم. اصلا هما يعني كما قلت لكم كيامنوا بواحد الفلسفه اللي عندهم ان لا نحب ما تحبون، يعني داك الشيء اللي عندنا هو اللي كنبغيو، ما كنبغيوش داك الشيء اللي كتبغيوه نتوما. وفريمون انا يعني من وجهه نظري التليفون دابا كما كنشوفوا الدراري الصغار ولا مديلهم العقل، وما بقيناش كنجلسوا مع بعضياتنا اكثر ما كنا كنجلسوا مع بعضياتنا شحال هادي. واكثر من الناس اللي يعني بشحال هادي ما كانش تليفون كانوا كيجلسوا مع بعضياتهم اكثر من دابا. دابا التليفون دهانا ودهانا على فريمون التليفون والكونيكسيون زوينين، كيفيهم بزاف ديال الايجابيات وبزاف السلبيات، ولكن هما يعني كمجتمع يعني راه مقربين لبعضياتهم، يعني ما عندهمش تليفون دونك كيساليو شغالاتهم كيجلسوا يضحكوا وينشطوا ويلعبوا وفرحانين ومرتاحين. دونك من هنا غادي نبغي نوصل لواحد الميساج، هو اننا ما نخليوش شي امور تدهينا على بعضياتنا، نعيشوا اللحظه ونعيشوا كل دقيقه كان 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 احنا فيها دابا نعيشوها. يعني انا دابا كنصور لكم فيديو وانا مستمتعه وانا كنصور لكم فيديو وكنتمنى يعجبكم. دونك حتى نتوما غادي تامنوا باي حاجه كتعجبكم امنوا بها وتقاتلوا حتى توصلوا ليها وعيشوا اللحظه. وكيف ما هما عاوتاني يعجبوني في واحد القضيه هما انهم كيامنوا بالعنف، يعني متسامحين بزاف. دونك بلا ما ناذيو بعضياتنا، بلا ما نغضبو بعضياتنا، بلا ما نديرو شي حوايج اللي فريمون كتخلينا اننا كنعيشو حنا ما حاسينش باللحظات اللي كنعيشو مع بعضياتنا. دونك ليلي هذه دونك الحياه شايته و فوالا. كنتمنى تكونوا كاملين بالف خير، ونتمنى لا فيديو اليوم يكون عجبكم. وخليو لي تعليقاتكم، خليو لي الكومونتير ديالكم، قولوا لي شنو بان لكم اوكي، واش في نظركم علاش وكيفاش، واش نتوما متفقين، واش في نظركم زعما هما عايشين مزيان ولا لا ولا انا صراحه الله عندي واحد تدخل، وانني في نظري ما عرفت هما محنينها عليهم في واحد الناحيه، وانهم الضوء علاش ما يدخلوش الضوء. وكنقول التليفون والتلفازه وهذا الشيء، واخا كل واحد اللي كتامنوا بروسكم بانكم هذا الشيء هادشي حرام وهادشي هذا اوكي، ولكن علاش محنين راسكم في الزراعه؟ يعني علاش ما تجيبوش الالات اللي دابا ولينا تبارك الله اي حاجه ولات خدامه بالضوء، اي حاجه ولات خدامه بالانترنت، يعني كلشي تبارك الله دابا غاديين وكنتطوروا الحمد لله، الحياه بدات غادا وكتسهل. دونك علاش محنين راسهم؟ ما عرفتش واش لاقين المتعه، واش دونك ربما متعين داكشي اللي كيديروا.
ربما عجبهم حياتهم هكاك دونك هذاك يعني قرارهم. فوالا كنتمنى تكون لا فيديو اليوم عجبتكم واستفدنا مع بعضياتنا. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تتابعوني على انستغرام و باج فيسبوك وما تنساوش تخليو ليا لي كومونتير ولي جيم بارطاج مع صحابكم. واللي مازال اول مره غادي يشوف هذا الفيديو فعل الجرس باش يوصلك كل جديد. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم. باي باي.